نشرة أخبار العاشرة صباحا تأتيكم من قناة النيل الأخبار، وتقدمها بلغة الإشارة الدكتورة هالة محفوظ. أدانت مصر بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، وهو ما أدى لاستشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات. واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة في استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل. واعتبرت مصر أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العزل كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في القطاع هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العالم عاجزا عن وضع حد لها. استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجراح فجر اليوم إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج الواقع بشرق مدينة غزة. وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمذبحة المروعة بقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم الصلاة، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ لم تتمكن من انتشال جثامين الشهداء حتى الآن. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي أحمد الأغا. سيد أحمد، بعد التحية، هل هناك من معلومات حتى الآن أو جديد المعلومات حتى الآن على ضوء هذا القصف الإسرائيلي لمدنيين في مدرسة التابعين ومسجد التابعين أثناء صلاة الفجر اليوم؟ نعم، صباح الخير لك وصباح الخير لجميع السادة المشاهدين. نحن اليوم نتحدث عن مسبحة ومجزرة كبيرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم باستهداف ساحة مدرسة التابعين والتي كانت مزدحمة ومليئة بالنازحين وهم يؤدون صلاة الفجر هذا اليوم. الأنباء تتحدث عن ما يزيد عن 150 شهيدا وما يزيد عن 100 إصابة، ولا زالت طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العديد من الجثث هناك والعديد من الإصابات، والعدد مرشح للزيادة كما تحدثت وزارة الصحة نظرا لخطورة الإصابات البالغة التي وصلت الأهلي المعمداني إلى الشرق من المدينة في غزة جراء هذا الاستهداف. طواقم الدفاع المدني أكدت بأن هناك صعوبة جدا في معرفة أسماء الشهداء نظرا للأشلاء المتناثرة واختلاط الأشلاء ببعضها البعض جراء هذا الاستهداف، وحتى الآن تم التعرف فقط على 12 شهيدا في من تلك المجزرة التي حدثت، وهي تعتبر من المجازر الكبيرة والمروعة
بعد مجزرة مواصي خان يونس ومجزرة المستشفى الأهلي المعمداني بداية هذه الحرب القائمة حتى هذه اللحظة. هناك العديد من التنديدات الدولية والعربية والمحلية بعد ارتكاب القوات الإسرائيلية لهذه المجزرة واستهداف كل ما في المدرسة من نازحين نساء وأطفال وشباب وكبار السن. وكما تحدثت طواقم الدفاع المدني بأن 90% من نسبة المواطنين الذين يقطنون في هذه المدرسة هم بين شهيد وجريح في جراء هذا الاستهداف الذي حدث منذ صباح هذا اليوم. قوات الاحتلال تعمد في الآونة الأخيرة إلى استهداف المدارس ومراكز الإيواء، حيث نتحدث عن استهداف 172 مركز للإيواء من ضمنهم 128 مدرسة تم استهدافها بطريقة مباشرة منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة، مخلفة وراءها ما يزيد عن 1200 شهيد جراء تلك الاستهدافات الممنهجة والمباشرة لمراكز ومدارس الإيواء التي يقطن بها المواطنين بعد أن خرجوا قصرا من مناطقهم والبحث عن أماكن ولو آمنة بعض الشيء، وهم نفذوا بذلك تعليمات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالخروج من أماكنهم التي يقطنون بها نظرا لأن وقوعها يكون في أماكن خطيرة ومناطق قتال خطيرة. إذن هذه هي ممارسات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب حتى هذه اللحظة، باستهداف المدنيين، باستهداف الأطفال، باستهداف النساء. ونحن نرى بأن أكثر من 70% من أعداد الشهداء هم من النساء والأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة، وليس بإمكانهم أن يكونوا ضمن صفوف المقاتلين الفلسطينيين كما يزعم الجيش الإسرائيلي في هذه الآونة وفي هذه المدرسة. إذن قطاع غزة منذ فترة سابقة حتى هذه اللحظة يتعرض بجميع محافظاته لقطاع كثيف ومكثف جوي وناري من قبل الآليات ومن قبل الطائرات الحربية والطائرات المسيرة، وحيث أيضا مدينة غزة لا زالت تقطع تحت قطاع ناري مكثف، والمحافظات الشمالية وأيضا المحافظات الوسطى وأيضا مدينة خان يونس التي أيضا لم يهدأ بها القصف ولا الاستهدافات ولا حتى النزوح بعد الخروج القصري لسكان المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، ويقدر بحوالي 500,000 نسمة. وأيضا بالأمس تم هناك 3 استهداف في ساعة واحدة بالتزامن بخيمة تقع في المواصي في المنطقة التي قالت القوات الإسرائيلية بأنها آمنة وزعمت بأنها مناطق إنسانية، وتم استشهاد بها 6 من عائلة السوسي والعديد من الإصابات، وأيضا استهداف منزلين لعائلة المعمر والعمور حصيلة الشهداء والجرحى بتزايد كبير ومرتفع حتى هذه اللحظة. شكرا لك الكاتب الصحفي أحمد الأغا، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية في قطاع غزة في الوقت الذي تستمر فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل داخل مناطق متفرقة في غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع حملة استهداف ممنهجة ضد النازحين. ويلات الحرب على قطاع غزة لا تنتهي وضحاياها بين شهيد ونازح ومفقود. جيش الاحتلال بدأ ما وصفها بعملية عسكرية هجومية بمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة تحت مزاعم وجود مقاتلين وبنى عسكرية فيها. غزة شهدت الجمعة ارتقاء ما لا يقل عن 35 شهيدا في غارات شنها طيران الاحتلال على أنحاء متفرقة من مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وعاودت الدبابات الإسرائيلية التوغل في مدينة خان يونس الجمعة لتجبر آلاف الفلسطينيين على حمل أمتعتهم والمضي في مشقة نزوح جديدة أفرغت العديد من شوارع خان يونس من مرتديها بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر بالإخلاء وإعلانه توسيع عملياته في كبرى مناطق جنوب قطاع غزة بعد 10 أشهر على اندلاع الحرب مع حماس. خان يونس شهدت معارك ضارية وعمليات قصف على مدى أسابيع طويلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وكان آخر أوامر الإخلاء التي أصدرها الاحتلال لسكان المدينة في أواخر يوليو الماضي
لكنه دعا مجددا الخميس سكان بعض المناطق في خان يونس إلى مغادرتها، متوعدا العمل بقوة ضد حماس والفصائل الفلسطينية التي تواصل إطلاق القذائف الصاروخية منها بحسب زعمه. وترد فصائل المقاومة الفلسطينية بقوة على كل عدوان يرتكبه المحتل وتكبد خسائر ثقيلة في العتاد والجنود. جيش الاحتلال أقر الجمعة بإصابة 12 جنديا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. فصائل المقاومة قالت إنها استهدفت قوة إسرائيلية بمنطقة تل السلطان الواقعة بغرب مدينة رفح، موقعة أفرادها ما بين قتيل وجريح. ومنذ اندلاع طوفان الأقصى أعلن جيش الاحتلال مقتل نحو 690 ضابطا وجنديا وإصابة ما يزيد عن 4280 آخرين، بينهم 640 حالة إصابة خطيرة. قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي إن تصريحات وزير مالية إسرائيل بتسلائيل سموتريتش الرافضة لإبرام اتفاق بقطاع غزة تلحق ضررا بمصالح الأمن القومي الإسرائيلي. نحن بالفعل في مرحلة المناقشات التمهيدية لعقد الاجتماع الرئيسي يوم الخميس في الدوحة أو في القاهرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي رحب على الفور بالمبادرة وأكد أن فريقه سيكون هناك وأنهم مستعدون لإتمام التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق. قطر ومصر تعملان مع جانب حماس كي يجلس إلى طاولة المفاوضات. أيضا شهدنا بعض البيانات التي صدرت في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة تهاجم الاتفاق. أود فقط أن أذكر أن هذا يعني المخاطرة بأرواح الرهائن ويلحق ضررا بمصالح الأمن القومي الإسرائيلي. جدد مصدر مصري رفيع المستوى رفض مصر القاطع لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان قطاع غزة ودفعهم نحو الأراضي المصرية. وقال المصدر ذاته أيضا إن مصر التزمت بأقصى درجات ضبط النفس منذ بداية الحرب بغزة على أمل التوصل إلى التهدئة، مشددا على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية موقف ثابت لا يمكن المزايدة عليه. وقال المصدر المصري رفيع المستوى أيضا إن ترويج إسرائيل لمزاعم حول وجود فتحات أنفاق بالأراضي المصرية لا صحة لها إطلاقا. استمرارا لمسلسل التعنت الإسرائيلي رفضت سلطات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية لليوم الثاني على التوالي، حيث لم يستقبل معبر كرم أبو سالم الحدودي أي شاحنات للمساعدات منذ يوم الخميس الماضي. للمزيد من التفاصيل معنا الآن مراسل نيل الأخبار علي فتحي من العريش. علي، بعد التحية آخر المستجدات لديك. شهاب، بعد التحية، يعني بالفعل مسلسل التعنت الإسرائيلي وضع العراقيل تلو الأخرى أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لا يزال مستمر، حيث أن منذ صباح الخميس الماضي لم يستقبل معبر كرم أبو سالم الحدودي أي شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية وأيضا الشاحنات المحملة بالمواد البترولية والوقود وما إلى ذلك. هذا يعني بالإضافة أو تزامنا مع قصف سلطات الاحتلال مدرسة التابعين في مدينة غزة قصفا بربريا أثناء يعني صلاة فجر اليوم، ما خلف أكثر من 100 شهيد وأيضا عشرات الجرحى والقتلى تحت الرقم لا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم الطبية الوصول إليهم. وكل هذا يعني يأتي تزامنا مع الضغط الذي يبذله الجيش الإسرائيلي من أجل تحقيق مكسب ما أو مكسب على أرض الواقع ضد الفصائل الفلسطينية مع دخول الحرب شهرها 11. شهاب، دعني أقول لك، ورغم يعني المبادرات والمناشدات والتصريحات التي صدرت من المنظمات الأممية العاملة في قطاع غزة بأن القطاع على الأقل يحتاج نحو 500 شاحنة كحد أدنى من المساعدات بشكل يومي، إسرائيل لا تعير لهذا اهتماما، بل بالعكس تضع العراقيل أمام دخول المساعدات. وما
يدخل على مدار اليوم أو على مدار الشهر لا يكفي أو لا يصل حتى إلى ربع هذا العدد، ربع الحد الأدنى من الأعداد اليومية التي يحتاجها القطاع، ما دفع بطبيعة الحال العاملون في قطاع غزة من منظمات أممية وأيضا برنامج الغذاء العالمي بإطلاق تصريحات أن القطاع على شفا مجاعة، تزامنا مع انعدام الأمن الغذائي وأيضا خروج القطاع الصحي بأكمله في قطاع غزة عن العمل نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ومحاصرة القطاع برا وبحرا وجوا وقصفه على مدار الساعة. وكل هذا يعني يتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري من أجل إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن سلطات الاحتلال كعادتها تضع العراقيل أمام هذه يعني المحاولات. وكان أيضا هناك تصريح بربري من وزير مالية سلطات الاحتلال يضع المبررات ويقول أنه هناك مبررات لاستهداف المدنيين في قطاع غزة. شهاب، هذا هو المشهد حتى الآن، وسنوفيكم بما هو جديد إن شاء الله في الخدمات. شكرا لك علي فتحي مراسل النيل للأخبار، كنت معنا مباشرة من العريش. أبلغ أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالنت أن تصعيد التوتر بالشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف. وشدد وزير الخارجية الأمريكي خلال اتصال هاتفي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران وفؤاد شكر القائد العسكري في حزب الله ببيروت، مما أثار تهديدات بالرد على إسرائيل. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط خام أبلغت عن تعرضها لأربع هجمات خلال الساعات 24 الماضية قبالة ميناء المخا اليمني دون وقوع أي خسائر. ناقلة النفط الخام دلتا بلو التي ترفع علم ليبيريا وكانت تحمل نفطا عراقيا ومتجهة إلى اليونان هي أحدث الناجين من سلسلة هجمات بصواريخ وقارب مسير على بعد 45 ميلا بحريا نحو جنوب مدينة المخا اليمني المطلة على مضيق باب المندب. ومنذ نوفمبر يستهدف الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر وبحر العرب التي يقولون أنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل العدوان عليهم منذ 7 أكتوبر الماضي. وأثرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية. واعتبر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن انخفاض حركة الملاح انتصار عظيم، مشيرا أن عدد السفن المستهدفة حتى الآن بلغ 177 سفينة. ولمحاولة ردعهم تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير، وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيرات يقول إنها معدة للإطلاق. لكن مراقبين يقولون إن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحرين الأحمر والعربي مصدر تهديد لحلف شمال الأطلسي، وتجاهل تصرفاتهم قد يقوض بشدة المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الغربية. ولهذا يرون أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي تعزيز الأمن البحري والابتكار التكنولوجي وتبني استراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين في ظل هذه التهديدات المتطورة، لافتين إلى أن سيطرة الحوثيين على ساحل البحر الأحمر في اليمن تسمح لهم بتعطيل مضيق باب المندب، وهو نقطة اختناق بحرية بالغة الأهمية تربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب. وهذا المضيق حيوي لنقل النفط والغاز الطبيعي والسلع التجارية بين أوروبا وأسيا والأمريكتين. ويقول مراقبون إن روسيا والصين تدعم الحوثيين ضمن استراتيجية أوسع لتحدي حلف الأطلسي والنفوذ الغربي، فروسيا تهدف إلى إضعاف تماسك الأطلسي وتشتيت انتباهه عن الأمن الأوروبي والاستفادة من عدم الاستقرار للحصول على مزايا استراتيجية في مناطق بإفريقيا مثلا. وعلى نحو مماثل تستفيد الصين من الاضطرابات على الطرق البحرية المحاذية للغرب التي تعوق منافسيها الاستراتيجيين وتدعم مبادرة الحزام والطريق.
أعلنت إيران بأن الحرس الثوري الإيراني أضاف صواريخ ومسيرات جديدة إلى ترسانة قواته البحرية في وقت يتصاعد التوتر في المنطقة. يذكر أن الصواريخ الجديدة لبحرية الحرس الثوري تملك قدرات مثل رأس حربية شديدة الانفجار لا يمكن رصدها. ترسانة من الأسلحة والأنظمة القتالية الجديدة أعلنت إيران أنها أضافتها لقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني بالتوازي مع التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين إيران وإسرائيل، على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران. التلفزيون الإيراني قال إن عددا كبيرا من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن أضيف إلى القوات البحرية للحرس الثوري، وأضاف أن هذه الصواريخ تتمتع بقدرات جديدة بما في ذلك رأس حربي شديد الانفجار وقدرة عالية على التخفي. وبحسب ما تم إعلانه من جانب إيران، فقد أضيف إلى أسطول القوات البحرية للحرس الثوري ما مجموعه 2654 نظاما عسكريا جديدا، بينها صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى ومسيرة متفجرة وقتالية واستطلاعية، بالإضافة إلى وحدات الحرب الإلكترونية. ومع تزايد الاحتقان بين إيران وإسرائيل وترقب رد إيراني على اغتيال هنية في طهران، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أرسلت إلى الشرق الأوسط طائرات حربية متطورة من طراز F-22. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن هذا الانتشار يأتي في إطار تغييرات في وضع القوات في المنطقة للتخفيف من احتمالات التصعيد الإقليمي من جانب إيران أو وكلائها. هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الخطوات اتخذتها واشنطن لتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة دفاعا عن إسرائيل، حيث أعلن البنتاغون الأسبوع الماضي أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بإرسال تعزيزات تشمل سفنا حربية إضافية وسربا من المقاتلات إلى المنطقة. الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس إنها أصبحت بشكل رسمي مرشحة عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية. وأضافت هاريس خلال كلمتها في تجمع انتخابي بولاية أريزونا أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفة أنها تعمل مع الرئيس جو بايدن على مدار الساعة لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن. قالت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في سباق الرئاسة الأمريكية إنها سوف تقاتل من أجل مستقبل يضمن رعاية صحية لكل الأمريكيين بتكلفة مقبولة. حملة الانتخابات تتعلق الآن برؤيتين مختلفتين لأمتنا، رؤيتنا الأولى للمستقبل، أما الرؤية الأخرى تركز على الماضي. نحن سوف نقاتل من أجل المستقبل، مستقبل يضمن رعاية صحية بتكلفة مقبولة، يضمن رعاية أطفال بتكلفة مقبولة وبدلات تقاعد جيدة، مستقبل يمكن فيه بناء اقتصاد عام ينال كل أمريكي فيه الفرصة لتملك منزل وبناء نشاط وجمع ثروة. وأعلم أن بيننا عدد من قادة السكان الأصليين، وكرئيس للبلاد سوف أحترم دائما السيادة القبلية وأحترم حق السكان الأصليين في تقرير المصير، وسأقاتل من أجل مستقبل يستطيع كل مواطن أصلي فيه تحقيق تطلعاته. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، وإليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. مصر تدين بأشد العبارات قصف مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين شرق مدينة غزة، وأسفر عن أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين.
مصر ترفض كل محاولات إسرائيل الهادفة لتهجير سكان غزة نحو الأراضي المصرية. خلال تجمع انتخابي لها بولاية أريزونا، كامالا هاريس تقول إنها تعمل مع الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من النيل الأخبار، وقدمتها بلغة الإشارة الدكتورة هالة محفوظ. إلى اللقاء.